باشمهندس حسام غالي هزمته دموعه. هقول لك حاجة. طب استقبت عند كذا حاجة في الكلمة اللي قالها. لكن دموعه التي غلبته أكثر من مرة غريبة أوي إن الناس متصورة إن هو يعني بيمثل. بعض الناس متصورة كده. هو مش محتاج يمثل. لا بالعكس، ده هو أكتر واحد متضايق إنه عيط قدام الناس. لكن هذا البكاء هو قوة شخصية رهيبة. إزاي بقى؟ إن الراجل هو بياخد هذا القرار الصعب جدا اللي وصله إلى حد البكاء، لكن خده لأن هنا كده خلاص. شاور كده، هنا خدت القرار، ولما هنا بيقتنع انتهى مهما كان القرار صعب. ما بدري، ما تستنى، قالوا لي بطل وبعدين رجعوا بيقولوا لي استنى، اقدر العب، ممكن اقدر العب، لكن هنا خلاص اقتنع، عايز ارتاح هنا. دي قوه الشخصيه، انك تاخد القرار الصعب قوي. ها يعني في حد قال لك لو صباعي ده وجعني اقطعه، يعني طبعا دي مبالغات، يعني بتدل مش عايز على انك يعني انت مش عايز حاجه تضعفك. دموعه غلبته لانه من جواه بيقاوم صراع رهيب. يا اخوانا ده انفجار، ده دليل ان هو قرار صعب جدا جدا جدا. كان يستطيع ان يستسلم لهذه العاطفه ويقول لك ما انا قاعد سنه كمان.